بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم حنشوف مثال خاص بإدخال قيمة تدرجية. تدرجية معناها أنالوج. أنالوج معناها ممكن قيمة تكون من 0 للـ5، 0 1 2 3 4 1 نص 1 1 ربع وهكذا. عرفتوا لنا المثال اللي موجود قدامنا هو مثال، طبعا مثال بإدخال قيمة شدة الضوء. طبعا قيمة شدة الضوء نستعمل الخلية الضوئية اللي هي عبارة عن مقاومة تقاوم في الكهرباء أو في الإلكترونات أو في سريان التيار تتناسب قيمة المقاومة بالنسبة لشدة الضوء الساقط عليها. طبعا خذينا القيمة متاع المقاومة الضوئية ودخلناها في المدخل A0، الخلية الضوئية اللي نشوف فيها توا، يعني اللي توا نبرم فيها هذه، نبرم عليها هذه. خذينا المدخل متاعها اللي هو الخيط الخضر ودخلناه A0. A0 هو المدخل متاع ايش؟ القيمة التدرجية أو القيمة الأنالوج، دخلناها في A0. وخذينا ودرنا اوتبوت على دايود ركبناه في السلك رقم 9، ركبناه فيش في القيمة الباينري او القيمة القطعية اللي هي يا 0 يا 1 يا ولا يوم ولا عش. طبعا وانتم نشوف الكود متاع البرنامج، هذا الكود متاع البرنامج. طبعا الكود مكون من الكود يبدأ من هنا، طبعا أول خطوتين في الكود اللي هي توضيح اقرأ القيمة التدرجية لإضاءة على الخلية الضوئية هذه. عرفت؟ طبعا الخلية الضوئية موصلة بالخيط A0 نفس ما قلنا بدري. طبعا الأمر اللي يقرأ من الـ A0 هو أمر ست سنسر فاليو. السنسر فاليو هذا، طبعا السنسر فاليو استعملنا يعني استعملناه كمتغير، ندخله فيه ريد انالوج بن A0. اللي تقرا من السلك A0 هي امر ريد انالوج بن لل A0، نقدر نقرا من A0 من A1 ومن A2 من A3، لكن احنا نبي نقرا من A1 فنقوله ريد انالوج بن A0. هذه خوذه يعني يخلص قيمه السنسر فاليو، القيمه اللي تقراها من الانالوج بن A0 حطها وين؟ في السنسر فاليو. وبعدين السنسر فاليو ايش نبدلو لها؟ نبي نطبعوها. عرفت لنا؟ طبعا الطباعة عندنا شاشة تسلسلية اسمها سيريال مونيتر اللي حاط عليها الماوس هذه. لما نجي نشوفها هذه طبعا تبين لي، تقدر نبينوا فيها اي حاجة، نقدر نطبع فيها القيمة اللي قريناها من الخيط A0، الخيط الخضر هذا. عرفت لنا؟ فنقولوا طباعة قيمة الإضاءة على شاشة تبين التسلسلية اللي هي سيريال مونيتر شاشة تبين. فطبعا الأمر اللي يطلع على شاشة التبين التسلسلية هو شنو؟ برنت تو سيريال مونيتر، أطبع للسيريال مونيتر هذه قيمة السنسر فاليو اللي حطينا فيها شنو؟ اللي حطينا فيها قيمة A0. أوكي ولا لا؟ وطبعا كتبنا وذ نيو لاين، كلمة وذ نيو لاين يعني معناها كل ما يطبع قيمة يدير نيو لاين، يعدل السطر الآخر، يطبع قيمة يعدل السطر الآخر. لو ما درناش وذ نيو لاين يطبعهم في جنب بعضهم يعني. عرفت؟ وبعدها درنا كومنت، طبعا قلنا ايش اعطاء. طبعا بالنسبة للكومنت هذا اوكي خلينا نمسحوا الكومنت هذا، ما وضحتش فيه. طبعا بالنسبة لي انا شنو؟ كومنت يعني ملاحظة ولا؟ واضحة كلمة كومنت. نبي نشرح فيها الخطوات الجاية. الكومنت بالنسبة للخطوات الجاية هي أول مرة قلنا ويت معنى انتظر دقيقة، وبعدها قلنا أمر إف هذا أمر الشرط ينفذ يا الجزء الأول يا الثاني بناء على قيمة شنو؟ قيمة السنسر فاليو. إذا كانت قيمة السنسر فاليو أقل من 90 ينفذ الجزء الأول، إذا كان أكبر من أو تساوي 90 ينفذ الجزء الثاني. الجزء الأول في الفك الأول والفك الثاني، يعني معناها إذا كان الضي إذا كان أقل من 90 معناها شنو؟ معناها مظلمة الدنيا معناها ننفذ الخطوات هذين. إذا كان أكبر من 90 معناها فيه ضي في الشارع ولا في الدار، ولا معناها ينفذ الجزء الثاني الفك الثاني. فالفك الأول شنو فيه؟ قلنا له هاي
دز للدايود هذا، هاي دز للدايود معناه ولع ولع وانتظر دقيقة. إذا كان قلنا شنو، إذا كان قلنا لا طبعا انتظر دقيقة مش ضروري، المهم الخلاصة يولع بهاي. إذا كان لقينا السنسر فاليو اللي هي قيمة شدة الإضاءة أكبر من 90 معناه شنو، يعدي الإلس إذا لم يعني، فيعدي القيمة الثانية يخليها لو معناه شنو، يدز للدايد لو معناه يطفى. فنجول نفذ البرنامج هذا ونشوف نتيجة. عرفتوا تو نفذنا بالضغط على كلمة سيموليشن، ستارت سيموليشن تو قاعد ينفذ فيه. تو نجول نشوف كيف نزيد الإضاءة في السيموليشن، نضغط عليها بس، وهذه تزيد الإضاءة وتنقص الإضاءة. تو نشوف الإضاءة، تو الإضاءة شنو، الإضاءة كم نبي نشوف الطباعة اللي بدري قلنا عليها. ندير نضغط السيريال مونيتر لوطة، هي قاعدة الإضاءة رقم قيمتها 26 ضيضاوي، مظلمة الحجرة مظلمة 26. تو أول ما وصلت فاتت 90 شندار 473 طف الدايت، نقصوها شوية شفتوا، نقدر ننقصها، شفت الإضاءة تنزل وترقى، لأن القيمة اللي قريناها من الأنالوج طبعناها على السيريال عرفتوا، فنقدر نشوفه شفتوا. المهم إذا كان أقل من لما تصل أقل من 90 ننزل تصل أقل من 90 تلقى إيش يدير؟ المفروض يولع. إحنا مازال ما وصلناش لأقل من 90، ها تو وصلنا أقل من 90 ولع اللمبة شفتوها، حتى أي قيمة أقل من 90 ما يصيرش، ما يعني فوق من 90 يطفي لي، وهكذا عرفت. نقدر نخلو 90 هذه 100، نقدر نخليها 200 إضاءة اللي نبيها. فأنتوا هذا التجربة اللي يديروه، غيروا في قيمة 90 هذه وغير لعبة في البرنامج هذا واشتغلوا عليه عرفت شفتوا. واللوطة هذه طبعا السيريال مونيتر هذا او المبين التسلسلي هذا يبين القيمة اللي نحن قريناها وطبعناها بامر، والامر اللي يطبع التسلسلي هو برنت تو سيريال مونيتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.